مسدبات هذا الصوت ولدت، وفي يقينه ترعرعت، وبعدله أيقنت، شبت حرة كاملة جميلة كما كانت تقول عن نفسها. عيناها الغائرتين الملونتين خضراوين كما داخلها المثمر الزاهي، شعرها الحالك السواد كما ليلة موتها، مشيتها المثابرة النشطة تقود قدماها الرقيقتين سعيا في خدمة العباد ومحبة البلاد. البلاد التي قدمت روحها فداء لها بلا توان أو تردد، البلاد التي كلما حط على شفتيها الذباب هشته الجميلة الحرة بخضاب دمعها ورمش كحلها ورشاش دمها الغالي. ولدت ست النفور أحمد بكار في العام 1996، نشأت وتربت في كنف والديها بمدينة الكدرو، وتلقت تعليمها الأولي فيها. لم تكن كما الأطفال العاديين، شجاعة كانت وذات بصيرة وابتسامة لم تفارق وجهها أبدا. أنا اسمي زينب الصديق بكار، والدة الشهيدة ست نيفور، ست نيفور أحمد علي بكار. هي الرابعة. عندي فدوة وهالة وزبيدة وليلى، ليلى الله يرحمها برضو يتوفي، وعندي محمد برضو الله يرحمه يتوفى، عندي بقى عسى ما في، والحمد لله. ستة نفور دي يعني أصغر زولي، هي صغيرة في البيت. قرأت شنو ستة نفور؟ لغاية تعمل قرأت خلصت، وطبعا بعد خلصت ما مشت الجامعة، اشتغلت مع ناس دكتور عمرو في مستشفى بحري في الميرش، والحمد لله هي ذكية وشاطرة وما بتخاف، سبحان الله. يعني طوال الدكاترة دول احتغلوا بيها أسووا بيها يعني طرفوا بيها ومسكوها معاهم لحد ما اشتغلت ولحد ما بقت سستيرة شغالة معاهم. الإنسانة بمعنى إنسان، يعني إنسانة بتحب الحياة، بتحب الفن، بتحب الوطن، بتحب الثورة، يعني لدرجة يمكن بعيدة شديد. هي جريئة من صغيرة ولا كان خوافة زمان؟ ما خوافة، من صغيرة ما بتخاف، من صغيرة من عمرها 4 سنة في الطفولة ما بتخاف. يعني مقارنة بباقي اخواتها هي شجاعة شديد ولا كيف؟ هي والله اخواتها ما في من الخوافات، لكن هي ما بتخاف سبحان الله. وهي صغيرة يعني من سنة أولى ابتدائي بقول لها الحاجة دي انت خافي عشان ما يدقوك، عشان ما تقول لي لا لا ما بخاف، يدقوا ويخلوا الباقي الأستاذات لحد يعني ما كبرت خوف ما عندها نهاية. عرف الناس عنها إنسانيتها المتدفقة وحبها لمساعدة الناس أجمعين، ومواقفها الواضحة منذ صغرها من القضايا الكبيرة مثل العنصرية وحقوق المرأة، فأحبها أهلها وأهل الحي أجمعين، وبادلوا وجهها البسام بابتسامة أكبر كلما قابلوها في أي مكان. صراحة زدتك إنسان، إنسان عظيم والله، يعني إنسانة بجد صحابية، يعني أقول لك الزول الفلان ده صحابي. أنا ده وصل مرحلة بعيدة، مرحلة بعيدة شديد من مرحلة الإنسانية، مرحلة الأخلاق والتعامل والإيجابية، نشر الإلفة والتراود بين الناس. فأنا عن نفسي بقول والله ستو إنسانة صحابية، إنسانة جليلة وإنسانة عظيمة شديد، عظيمة لنا نحن وعظيمة للوطن. ستو كانت إنسانة بجد، اشتغلت في مستشفى بحري، كانت متطوعة لمدة سنة كاملة، هي متطوعة
ستو عانت شديد في مستشفى بحري، كانت بتطلع السلم لحد الطابق الرابع وبتنزل، لأن هي مجرد متطوعة وأسانسير ما شغال، كانت بتكون شغالة اليوم كله من غير ما تقول إنه أنا تعبانة أو أنا مرهقة أو أي حاجة. هي كانت بتشتغل بكل حب الدنيا في الناس، كانت بتقدم للبيشن كل ما تمشي تزورهم بتقدم لهم هدايا، والهدايا دائما بتكون من صنع اليدوي بتاع الحاجات اللي بتشتغلها، الإكسسوار اللي هي قاعد تشتغلها، فكانت بتدعم فيهم دعم كبير شديد. حتى في فترة الكورونا برضو اشتغلت، فبرضو كانت دعمك شديد للناس البيشنات الموجودين في الرعاية بتاعت الكورونا. صممها الله شكلا ومضمونا على خدمة الناس، خلقها لتكون عونا لهم وأداة من أدواته في الأرض لمساعدة عباده الصابرين، كأنما أنزلها الله رحمة منه بالسودان والسوداني. دي واحدة من شهاداتها في الاحتفالات. يا سلام يا دي واحدة من الشهادات المقدمة لها، وكثير طبعا من لجان المقاومة في المناطق المختلفة قدموا لها كثير من الشهادات في الحقيقة، وهي تستحق هذه الشهادات المختلفة. وهي طبعا كانت يعني عاملة ماهرة أيضا في الإكسسوارات والحاجات دي، كان بتشتغل بحب الكان بتشتغل به. يا سلام السدس اللي بتشتغل بيه وديل الاستوارات ده الباقي شفت هي كله شالته. أيوة. وطبعا بتمشي وزعته للناس، وزعته وبتبيع وبتوزع واي شيء. يا سلام بتعمل ديل بالليل ده كله بتعمله، يعني ديل اخر لحظه لميتن. صديقة لصيغة شديد بستو وتعرفت عليها في الثورة برضو، وجمعنا مواكب. فهي كانت دائما بتطلع من الكدر وكنا بنتلاقى في الكوبري، كنا بنطلع سوا دائما. كانت إنسانة فرفوشة شديد، قدرت إن يعني تدخل في الناس بطريقة سريعة، وده السبب الخلاني إنه أنا دخلت فيها. بعديها اتلاقينا تاني بصورة أكبر في موكب كان مفروض يكون سلسلة بشرية من الكوبري الحلفاية لحد المؤسسة. لأسباب كثيرة الموكب ما تم من مكانه، أو السلسلة ما تمت من مكانه، فتحركنا بموكب من الكوبري لحد ما جينا شنبات هنا في ميدان الرابطة، وبدينا على الأساس ده إنه نشكل الشكل السلسلة البشرية اللي كانت مفروض تدعمل. نحن بنطلع الموكب مع بعض، فهي بتضرب لي تليفون بتقول لي أنا وصلت الحلفاية اطلعي، عشان احنا ماشيين الموكب. يا لولو يلا الموكب. تقرر الاتي: اولا اعلان حالة الطوارئ في جميع انحاء البلاد، ثالثا تعليق العمل بالمواد 11 12 15 16 24 3 71 72 من الوثيقة الدستورية، مع الالتزام التام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعت خلال فترة الحكومة الانتقالية. خامسا حل مجلس الوزراء. تاريخ يراه السودانيون محطما لآمالهم، ونقطة التحول التي بدأت عندها تتداعى الأمنيات وتتساقط. وأعلن الشارع السوداني رفضه لما أسماه انقلاب، فخرج الناس للشوارع وهتفوا ورفضوا وقالوا للجنرال أن عد لثكناتك فإنا ها هنا في شوارعنا باقون. Yeah.
تمسك العسكر بحلمهم وتمسك الناس بحلم الوطن، فسالت الدماء. تأريخ قالت فيه مدينة بحري إنه في جداول النضال خاص بها، فتجمع شيبها يساند شبابها، وثائراتها يسبقن ثوارها مصممين على تقديم ملحمة جديدة من ملاحم البطولة والثبات والتأريخ. وتحركت آلة الموت وانتكت ما انتكت من اليانع والأنظر في مدينة بحري. يومها تساقط يافع الشباب في المؤسسة والمستشفى الدولي وشارع المزاد الشعبية وبحي الصافية. وفي شنبات تجمهر الناس بميدان الرابطة ليرتبوا أنفسهم، وكانت من بينهم ست النفور تهتف وتصعب المصابين وتداوي جراحهم. طلعت الموكب يوم 17 وانا متاكده تماما انه هي ما جايه الموكب، لانه زي ما قلت لك هي كانت بتقول انه لا لليوم شغاله ماشيه المستشفى. فلحد ما اليوم بتفاصيله كانت مرعبه بالنسبه لنا كلنا دي، رجعت البيت بعد كميه من الدم، بعد كميه من الشهداء اللي احنا شفناه ومر علينا. رجعت البيت الساعه 12:30، خطيت تليفوني في الشاحن وبقيت قاعدة، يعني أنا لسه في حالة بتاعت صدمة، لسه بهدومي كلها دم وأنا لسه مصدومة وبعاين في الناس. فتلفوني ضرب في ويتنج أكثر من 10 مكالمات، فبرود واحد من زمايلي بيقول لي والله يا ريان ست توفت. هي كانت واقفة معاه متظاهرين تانين، صاحبتها كانت يمينة، في من بنات الحلة كانوا في بنات يعني واقفين قدامه، وفي بنات واقفين تحت العمود. في هو ضرب طلقتين، الطلقة الأولى ضربت العمود، الطلقة الثانية اخترقت الزنك والقزاز ويعني وضربتها هي في خدها، والقزاز جرح الناس اللي حوالينا يعني كانوا معاها وكده، لكن هي كانت يعني بتمد راسها ترجع تاني وبتشب لأنها هي قصيرة، فهي بتشب بتعاين وبترجع تاني تستخبى، فالضربة جاتها في وهي في لحظة من لحظات الرفع. هذه هي الصورة التي تظهر بشكل واضح مرور الرصاصة التي تلقتها الشهيدة ست النفور في هذا المكان تحديدا حيث استشهدت. الساعة 35 دقيقة حصلت الكوارث، جيت راجع لقيت ست النفور واقع هنا وشايلنا شايل الشهيد البلال داخل بيها البيت، وبعد 3-4 أيام جونس الأدلة الجنائية، لا والله أكثر من كده جونس الأدلة الجنائية رسموا من أخذوا الزاوية بتاعت الرصاصة من البترينة للباب للعراضة، حددوا محل الارتكاز هناك وطلعوا من المحيط بتاع المحل أكثر من 10 أو 9 طلقات انشطارية، دي اللي صابت بها ست النفور وانتشرت في الجزيرة وحصلت الوفاة. سقطت الفراشة وكأنما من أراد لها الموت أراد أن يصيبها في أكثر ما اشتهرت به، ابتسامتها. لأنه نحن قلنا قاعدين في الدولي حوالي الساعة 7 مساء، جاءنا خبر إنه في بيت استشهدت في شنبات وقاعدة في البراحة، ادونا وصافة إنه بيت صفرة كده حالك شعرها ما عارف شنو، يعني الواحد المجموعة اللي قاعدة كلها بتعرفها، يعني حتى الناس يجوا الدعاية للتاني زي إنه عارفيننا لكن خايفين من بعض، يجوا قام جري من الداني عديل. صحيح أن الرصاصة لا تطلق نفسها
لكن القناص ليس بهاو، فهل كانت ست هي المقصودة بها أم أنها الصدفة القاتلة؟ لما الجثمان جابوا البيت يجاري لي في البيت، أنا كنت شغال من الصباح، فدق لي الباب. صراحة الوقت داك لما ست نفر الجثمان بتاعي البيت، الحلة دي يعني ممكن يكون حصل فيها زلزال، الناس دي كلها جاري وتكورك جاري وتكورك، اي زول في شنو يقول لك ست ماتت، الناس ما مصدق، اي زول خاتي الدين في راسه جاري في شنو تمسكه في شنو، والله ست ماتت، ست توفت، ست ماتت في المظاهرات. يا اخوان الكلام ده صح؟ لا لا ما صح. فبتذكر جون الاطفال ديل جو جارين في بيتنا طوالي، دقوا الباب كو 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 كو، فتحت الباب، ديل اولاد اخو ست النهور ربنا يرحمه ان شاء الله. يا مصدق في شنو في شنو يا اولاد، مالكم مالكم جارين كده، مالكم الليله؟ قال لي والله يا اخي اجري اجري، ست النفور دي توفت. ترجم رحيل ست النفور المر محبه الناس، وفسر رموز العلاقات الخاصه بين العبد وربه، لكنه اشاع في الخلق المحبه. فهل اراد الله ان يرسل عبرها رسالته الاخيره للناس في بلادنا، ان الموت والحزن يوحدان الناس في شخص وقضيه كما يوحدهم الدين؟ وهل كانت ست النفور في مجمل وجودها في الأرض رسالة عظمى من الله؟ هي زوجة اجتماعية شديد، بتحب الحياة شديد، وبتحب تساعد الناس كلها، وكان بتحب بتعمل الحاجات هاند كرافتينج، يعني بتحب تعمل اكسسوارز بيدها، وبتحب أي نشاط له علاقة بعمل طوعي هي مشاركة فيه. وكانت علاقتها كانت قوية مع كل الناس، بتحب تشارك مع بتشارك صحباتها كل المناسبات حقتهم، بتعمل عيد ميلادات مفاجأة لكل الصحبات، وبتفاجئهم، بتشتري هدايا مجنونة، يعني بوكسات فيها سفنجات وما أعرف شنو مناديل، دي الهدايا يعني بتاعت العيد ميلاد. فهي يعني بتحب الحاجات المجنونة شديد. يعني أنا شفتها الأطفال هي وستي ما بتزعل عليهم، أي حاجة بتجي من الشغل بتجي ماشية الحلاوة ليهم. عنده عيد ميلاد ستي بتجيب له البلومات، تجيب له اللعبات، تجيب له أي حاجة. عندنا الأيتام في البيت ستي ما بتقصر فيهم نهائي نهائي، يعني بتفرحهم بقدر الإمكان. وعندها شغل يعني لا ما في زول مزول من وراها ست، يعني بمويلة ست بتشتغل وبتبيع، تشتغل الاستثمارات، بتشتغل في المركز، ما هي اللي بدوها القروش اللي بدوها لها ناس المركز، بتجي بتجيب لها حاجات بتقسمها هي وراها فاعل الخير. يا سلام ست النفور علاقاتها حسي شافع في اللي لقيت شافع صغير، انت ناديته سألته بيبقى بيبكي. نقول ست النفور نحن ما لقيناها، ست النفور نحن فاقدينها، ست النفور لما بتجي من الشغل حتى لو جات بعد المغرب بتلاقي بتشوفها برا بتديهم، تقسم لهم كان حلاوه شايلاه، كان قروش شايلاه، تقسم لهم تديهم. والله انا ست النفور مرتبه كله ما باخذ منها الا 5000. سبحان الله ست النفور بتجمع الكسوه، شفت الكسه؟ تجمع اي زول عنده اطفال عنده هدوم صغرت او ضيقه عليهم تقول لهم ادوني ليها، تجي هنا بتحطها في البيت ده هنا بتديها الغسالين غسلوها ويخوها ديها بالسبت شايلها، تجيب الاكياس تدبس يا ستو مديان، تقول لي يا امي بس عفوك ما عندك شغله، تشيلها ويقسمها. والله مرقت في الاسكانات انا ما عارفه، لما جاني حريم الاسكانات للبكا يبكوا هنا في خشم الباب ده بيتدردقوا، يقولوا انت ما بتعرفي ست الفور، نحن ست الفور بيتنا نحن، يعني هي الوحيده اللي كانت يميني والله كرم الاولاد ما كذب عليك، بتحب السودان لدرجة ماتت عشانه. ست النفور طيبة وجميلة وقوية وصامتة، ست النفور يعني من الحياة الجميلة جدا إنها هي بتديك الإيجابية وتديك أمل إنها تعيش في الدنيا دي. علاقتها معي شديد، ما حصل يوم واحد غلطت علي، ولا حصل يوم واحد قالت كلمة ما إياها، وأبوها ده بتجي تقعد جنبه وتسلم له في راسه. ستمضي الأيام ويتغير الحال،
لكن البطولة والمواقف ستظل ببكاء التاريخ وتناقله. سيظل السودان موطن الأحرار لأن أبناءه قالوا ذلك، وسيظل الموت مفرقا يأخذ الراحلين تحت الأرض، لكنه لا يقدر على أن يمنع تواجدهم من فوقها، وستظل ست النفور باقية ما بقي صوت أبيها يؤذن وما بقي الآذان يرفع عند كل صلاة. ست النفور النور والشهداء والثوار، شمس الصباح اللاح مدنية كابن خيار، غرسوها بزرب خير بلد الجميع